ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية السيد الشيخ يحيى السنبل. شيخ يحيى السنبل، بداية مرحبا بكم. يعني بعد تزايد الاعتقالات والاغتيالات، كيف يعني تنظر إلى تعامل الأمن مع التظاهرات والناشطين السلميين المطالبين بأبسط حقوق المواطن العادي؟ شيخ يحيى، هل المناطق الأخرى التي خرجت فيها التظاهرات يدل إلى أن حالة القمع هي الأسلوب الوحيد الذي تستخدمه هذه الحكومة والميليشيات للقضاء على المعارضين للعملية السياسية. وهذا في حد ذاته يبين للعالم أجمع بأن لا وجود لمزاعم وجود الديمقراطية في العراق، حيث أن هؤلاء عندما خرجوا في تظاهرات يطالبون بحقوقهم البسيطة، خرجوا للمطالبة بمياه بالشرب، خرجوا للمطالبة بتبليط الشوارع، خرجوا للمطالبة بإقامة مسببات الحياة الكريمة لهم في حدودها الدنيا، ولكن مع ذلك جوبعوا بالحديد والنار وبدأ مسلسل الاغتيالات على هؤلاء الشباب وعلى هؤلاء الناشطين الذين يسعون لبناء مدينتهم أو من أجل توفير لقمة العيش والماء الصافي لأبناء هذه المحافظة. هم لم يطالبوا بمناصب لأنفسهم، لم يحملوا السلاح لمواجهة هذه الميليشيات، ولكن مع ذلك ما جرى يدل على أن مزاعم الديمقراطية الكاذبة التي ترسمها ما يسمى هذه العملية السياسية غير موجودة مطلقا في العراق. يعني المشهد الأمني تطور بشكل مخيف بعد انتشار القتل خارج إطار القانون، من المعني بحماية الناشطين في وقت تستخدم القوات الأمنية نفسها العنف مع السلميين؟ أخي العزيز، دول العالم أن قوات الأمن أو الشرطة هي من تحمي المواطن، ولكن هذه القوات في تلك الدول هي قوات ترفية ومهنية لا تستند إلى الطائفية ولا إلى العنصرية. لذلك فما جرى من عمليات دمج للميليشيات على أساس طائفي في كل أجهزة الدولة سواء في الجيش أو الشرطة ولد هذه الحالة، وأصبح المواطن يشعر بأنه لا وجود لشيء اسمه القانون أو الأمن الذي يحتمي به أو يحمي عائلته أو يحمي دمه أو حتى أطفاله في ذهابهم إلى المدارس وعودتهم. لذلك لا وجود لشيء اسمه الأمن. حتما إن من يتحمل المسؤولية الأولى في العراق هي دولة الاحتلال الأولى أمريكا، التي سلمت البلاد برمتها إلى مجموعة من اللصوص الذين قاموا بدمج هذه الميليشيات تأتمر بأوامر إيران، وأصبح الأمن شبه منهار في العراق، وأصبح المواطن العراقي لا يشعر بوجود لا قانون ولا أجهزة أمنية حقيقية تأثر على حمايته وأمنه. الاغتيالات شيخ يحيى، يعني تطال ناشطي البصرة، غالبا ما تنفذ هذه الاغتيالات بيد الميليشيات، لماذا تتقاعس القوات الأمنية وحكومتها في حصر السلاح بيد الدولة؟ قانون لا وجود له في العراق. من هو الذي ينفذ القانون ومن الذي يسعى لحصر السلاح بيد الدولة في حالة إذا كانت الميليشيات هي عمود الدولة الأساسي أو ما يسمى بدولة؟ الدولة الآن هي دولة الميليشيات. لذلك لا وجود لعملية حصر السلاح ولا وجود هناك من يتحمل المسؤولية. لذلك ترى في البصرة أو غير البصرة أصبح الركون إلى العشائرية أو الركون إلى الطائفة أو الركون إلى الحزب، لا يوجد ركون إلى الدولة حتى يحتمي بها. لا وجود للقانون، لذلك لن يتحمل أحد أي مسؤولية تجاه ما يجري. وعملية الاغتيالات هي عملية منظمة لتكريم الأفواه للاستمرار بمسلسل النهب والفساد في العراق. أخيرا، ومع هذا النهج القمعي المتصاعد ضد المتظاهرين، كيف ترى مستقبل التظاهرات؟
وجود حقيقة لضوء في نهاية النهر بسبب السيطرة الميليشياوية والسيطرة الخارجية على مقدرات العراق، وخصوصا السيطرة الإيرانية التي أصبحت واضحة للعيان في كل مفاصل الدولة، سواء الأمنية أو العسكرية أو الاقتصادية. لذلك لا بد من تغيير الواقع بشكل كبير من أجل حفظ النظام والأمن. لكن إذا كان الجيش قد أصبح دمج من الميليشيات والشرطة، فمن الذي يقوم الآن بالتغيير؟ بقى هؤلاء الشباب أو هؤلاء الناشطين الذين يخرجون بأصواتهم من أجل التغيير يلاقون حتفهم من جراء مطالبتهم بأبسط الحقوق. نعم الشيخ يحيى سنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، شكرا جزيلا لك.